فإذا مات يعني المحتضر سنة تغميضه، هذا من السنة أن يغمض، أن تغمض عينيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الروح تتبعها البصر أو يتبعها البصر، ولذلك الإنسان آخر شيء تخرج منه الروح من جهة عينيه، فالملك يسل الروح من القدمين ثم يرتفع بها، ولذلك تجد المحتضر أول ما يبرد من جسمه قدمه ثم ساقيه وهكذا. وإذا خطفت الروح فإنها تخطف من جهة الرأس من جهة البصر، ولأجل هذا تجدون بعض الموتى تجد بصره إما يمينا وإما يسارا وإما إلى أعلى، وهذا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الروح تتبعها البصر أو يتبعها البصر. وقد دخل النبي عليه الصلاة والسلام على أبي سلمة حينما مات رضي الله عنه وارضاه وقد شق بصره، فأغمضه النبي صلى الله عليه وسلم، وضع يديه فأغمض عيني أبا سلمة، أغمضهما عليه الصلاة والسلام، ثم أمر النبي عليه الصلاة والسلام أهل أبي سلمة بأن لا يقولوا إلا خير، قال لأن الملائكة يؤمنون على ما تقولون فلا تقولوا إلا خيرا. فقالت أم سلمة ما أقول، فعلمها النبي صلى الله عليه وسلم أن تقول الدعاء، قالت واخلفني خيرا منه، فأخلفها الله جل وعلا بالنبي عليه الصلاة والسلام، حتى إنها كانت تقول والله ليس هناك أفضل من أبي سلم، ما كانت تتخيل أبدا أن تكون زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، تقول من بعد أبي سلمة، من هو أفضل من أبي سلمة، فأخلفها الله بمحمد عليه الصلاة والسلام. ولذلك من السنة من حضر أن يغمض عيني الميت إذا كانتا مفتوحتين ويغمضهما برفق، ولذلك بعض العلماء قالوا بأن الذي يتولى ذلك أرحام لأنهم أشفق عليه من غيره، فيغمضهما برفق. وإغماضه العينين سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث أبي سلمة رضي الله عنه.